الآن وما بقي لي إلا 5 دقائق، سأنتقل سريعا في نفس السياق بعد هذه الآية بآية: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هل لهذه الآية علاقة بالآية التي تحدثنا عنها قبلا؟ ليس من حيث الترتيب، كما قلت هي بينهما آية واحدة فقط. لاحظوا هناك: قل أمر ربي بالقسط. أمر من؟ من المأمورون؟ يا بني آدم. هناك قل أمر ربي بالقسط، خذوا زينتكم عند كل مسجد. تذكرون لما قلت بأن القسط يعني المسلك الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لا إفراط فيه ولا تفريط، وأنه يعني أن الأمر في ذاته فضيلة ملائمة ملازمة للصلاح في الحال وفي المآل، مجانبة لكل وجوه الفساد. هذا القسط، هذا المنهج الوسط، فسرته هذه الآية الكريمة، أو أعطت بعض تفاصيله هذه الآية الكريمة، لأنها توازن بين مطالب الروح ومطالب الجسد. يا بني آدم خذوا زينتكم، فأباح الله تبارك وتعالى لنا أخذ الزينة في اللباس عند كل مسجد. لا تعارض بين ما تحتاج إليه هذه النفس ومطالب هذا الجسد وبين العبادة لله تبارك وتعالى المعبر عنها في هذه الآية الكريمة: عند كل مسجد. ثم هل يعني هذا الانعزال والانقطاع عما تحتاج إليه النفس وعن متع هذه الحياة الدنيا؟ كلا، وكلوا واشربوا شريطة ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ميزان دقيق، منهج عدل وسط، كيف نعرض عنه؟ كيف يسوغ لنا أن نتخلى عنه؟ من الذي أمرنا به؟ قل أمر ربي بالقسط. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هل اتضحت الصورة الآن؟ هل وجدنا في هذه الآية الكريمة معاني أشبه ما تكون بالحدائق ذات البهجة، بالكنوز التي لا تنقطع، ومددها لا ينقطع لا ينفد؟ كيفما قلبتم هذه الآيات وغصتم في أسرارها ومعانيها تدفقت عليكم من الحكم والأحكام وروعة النظم والبيان ما لا مزيد عليه. هكذا ينبغي أن يكون تعاملنا مع كتاب ربنا جل وعلا.